بيقول لك suppose an electron is released from rest in a uniform electric field whose magnitude is 5.9 times 10 to the power of 3 voltage per meter. تمام، ده الالكتريك فيلد بتاعنا. عايز يعرف ايه البوتنشال ديفرنس. تمام، will it have passed after moving 1 سنتيمتر، يعني ايه البوتنشال ديفرنس اللي هو هيمر بيها بايه، بمعدل قد ايه سنتيمتر. و how fast will the electron be moving after it has traveled 1 سنتيمتر. فبعد بعد لما هو يترافل ال 1 سنتيمتر ده هيبقى هو بيجين كاينتيك انرجي. تمام، لان حصل فيه تشينج في البوتنشال انرجي بتاعته، فهو عايز يعرف بقى في الحاله دي ايه اللي هتبقى سرعته. دلوقتي يا شباب لو احنا عندنا ايه الكترون، انا حطيته بالشكل ده. تمام، ده الالكترون بتاعي. الالكترون بتاعي دلوقتي محطوط فروم ريست، هو هيتحرك من هنا اهو، محطوط في الكتريك فيلد. طبعا الالكترون زي ما انتوا عارفين هو شحنه سالبه، فلما هتحط في ايه في وسط الكتريك فيلد فالاتجاه بتاع الحركه بتاعه هيبقى الاتجاه ده. طب تمام، الاتجاه ده يا شباب هل هو اتجاه زياده ولا نقص الايه البوتنشال، الالكتريك بوتنشال؟ اه، هتلاقي ان ده عكس اتجاه الالكتريك فيلد، فده اكشلي اتجاه زياده الايه الالكتريك بوتنشال. تمام، فهو هيترافل مسافه، مثلا نقول المسافه ايه دي، المسافه اللي هو هيمشيها هي مسافه ايه دي، فبالتالي يبقى البوتنشال ديفرنس بتاعي الدلتا الفي هتبقى عباره عن الايه الاي بتاعتي في الدي. اوكي، دي جت منين؟ من التكامل بتاعنا. التكامل بتاعنا انت هنا عندك الاي ده الكتريك فيلد يونيفورم، فهيطلع بره الايه التكامل، هيتكامل بس من الايه الدي ال، فده هو التكامل المسافه اللي هو مشيها اللي هي ايه المسافه الدي. اوكي، فبالتالي البوتنشال ديفرنس بتاعنا متوقع ان هو لازم يطلع لي معايا كام قيمه بوزيتيف، عشان انا اصلا بتحرك ايه في الاتجاه اللي هو زياده الايه البوتنشال، فيطلع لي ب 59 ايه فولت. دي اعوض عنها بال 0.01 متر، والالكتريك فيلد اعوض عنها بال 5.9 تايمز 10 تو ذا باور اوف 3 اللي هو 100 دي هالي. اوكي، بعد كده هو عايز يعرف بقى ايه السرعه بتاعته. طب انا عايز اريليت الالكتريك بوتنشال ده بالبوتنشال انرجي. اه، في ريليشن. اه، في ريليشن. اكشن، انت لما تجيب هنا الالكتريك بوتنشال انت بتجيب الالكتريك بوتنشال بير يونت او بير تيست شارج او بير يونت ايه تشارج. بمعنى انت مش فارق معاك التشارج اللي انت بتتحرك بيها دي قيمتها ايه، هل هي موجبه ولا سالبه. فالالكتريك بوتنشال هو ليه دعوه بس انت رايح فين او رايح جاي منين، رايح ايه لفين. فبالتالي يا باشمهندسين لما اجي احسب التشينج في البوتنشال انرجي هو هيبقى عباره عن ايه الكيو بتاعتي الشحنه بتاعتي مضروبه في الايه في الدلتا الفي. دي حاجه احنا ما قلناهاش في السمري بس ايه اهو انتوا عرفتوها دلوقتي. طب الكيو بتاعتي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن نيجاتيف الاي في الدلتا الفي. ليه نيجاتيف الاي يا باشمهندسين؟ لان هو المفترض ان هي الشحنه بتاعته هي ايه شحنه ايه اصلا، شحنه سالبه، شحنه الالكترون هي شحنه سالبه. اوكي، فتيجي تضرب الكلام ده في بعضه هتعوض شحنه الالكترون اللي هي 1.6 تايمز 10 تو ذا باور اوف نيجاتيف 19، والكلام ده طبعا بيبقى جايبين في الامتحان، هيطلع لك بنيجاتيف 9.452 تايمز 10 تو ذا باور اوف كام، نيجاتيف 18 الجول. يبقى هو ده قيمه الايه تشينج في البوتنشال انرجي. طب تمام، ماشي، لازم بقى التشينج في البوتنشال انرجي ده ينظروا ايه يا باشمهندسين؟ ينظروا تشينج في الايه الكاينتيك انرجي، ده من الكونزرفيشن اوف ايه انرجي. طب الدلتا دي هناخد منها الابسولوت فاليو عشان احنا طلعت معانا نيجاتيف، فاكس احنا اصلا مهم بالنسبه لنا الماجنتيود ان التشينج اللي حصل في البوتنشال انرجي هو اللي هينظروا ايه تشينج في الكاينتيك انرجي. والتشينج في الكاينتيك انرجي هيبقى هتقول لي ان هو الهاف ام في فاينل ماينس السكويرد ماينس الهاف ام في انيشال سكويرد. تمام، بس طبعا هو مديني ان هو ايه بادئ فروم ريست. فروم ريست يعني ايه؟ ان السرعه في اول انيشال بتاعته كان بكام؟ بصفر. فبالتالي الكلام ده هيساوي ايه يا باشمهندسين؟ هيساوي هاف الام بتاعت الالكترون في الفي فاينل سكوير. تمام، ماشي، تعرف تجيب ايه الفي فاينل؟ هتلاقي الفي فاينل هي عباره عن ايه سكوير روت الاثنين الدلتا اليو على الماس بتاعت الايه الالكترون. طبعا الماس الالكترون طبعا ايه كونستنت، من الكونستنت انت ممكن تدور عليها على النت او بيبقى حتى مكتوب في الكالكوليتر، وبيبقى طبعا جايبها في الامتحان، هيطلع لك في الاخر كام؟ 4.556 times 10 to the power of 6 meter per second. يبقى دي سرعه الايه الالكترون بتاعي لما هو يتحرك ايه في الالكتريك فيلد اللي هو كان محطوط بالايه بالشكل